السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم يا حبيبي. كيف حالك يا عم الشيخ؟ الحمد لله. دلوقتي يا عم الشيخ بعد إذنك، كنت دلوقتي لو أنا على صلوات كتير أقدر أصلي الصلوات، يعني مثلا النهاردة أصلي مثلا الظهر، يعني مش هسلم مش هصليهم كلهم على المتيسر لك، على المتيسر لك بالطريقة السهلة السمحة عليك. يعني اخلص الفجر اللي عليها كله بعدين ابدا اصلي الظهر اللي عليها كله؟ لا ما يلزمش، بقول لك على الطريقه المتيسره لك. صلي الفجر قدر الاستطاعه، الظهر قدر الاستطاعه، الامور متيسره لك، لا تشدد بعد كذا. الله يسلمك.